السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا لابتوب اتش بي بروبوك، اليوم موديله 6000، بروبوك 6500 جيتو. تمام، طبعا قاعد طالبين عيال من السجن اوجي كيف الشاحن. تمام، قيس الجهد على المفتاح الموجودة 3000 فولت. الرجل الثانية تقريبا 1 فولت، لو زينا تقريبا المقياس بيفتح تقريبا، شوفوا 7.06، وهنا بالبوينت برضه. يعني بشكل عام 3 فولت مش موجودة حاليا. طبعا الشاحن شغال، شوفوا شغال قدامكم الشاحن، يعني في شوت داخل مش الشاحن كمان. خلي القياد على وضعية الدايود عشان نشوف لو في اي شورت. ايوه المقاس هذا له هنا شكرا شكرا حسن. لا لاحظ انه هنا هذا كبستر وري شورت، وهذا ايضا وري شورت، هنا برضو كباسترات في جزء من دائرة الباور. شوف هاي هو الكرو، هذا طبيعي. تمام، هذا الداتا اللي هنا المفروض ما يوري الشورت لأنه قلنا لأنه جنب الباور مباشرة، يعني في شورت بدائرة الباور. أول حاجة بنبدأ بالكباسترات اللي نشوفهم يعني مضروبين، إذا في كباستر شكله صحيح ما بنشوفه. تمام، هذه اللابتوبات حق شركة أو منظمة داخل عدن، أنا قد اشتغلت عليه نفس هذا الجهاز من قبل، عشان كان أتوقع إنه العطار يكون متشابه. تمام، لاحظ هنا انه شوفوا الكباستر هذا اللي هنا مش طبيعي، وضعيته مش طبيعي، وهذا اللي جنبه يبان لا باس فيه. اول شيء بنبدا بنفتح، بس اول حاجه بنخرج البور ذا عشان نعرف نشتغله بالله. تمام، الحابه نحتاج ان احنا نسخن. السقارب الصغير اللي يربط البورد ده، شوفوا هنا هذا مشكلة. طيب نفصل عن برين، وهنا يسكن الصغير. نفصل المروحة عن الجهاز. طيب، حتى فصلنا البرد، بس فصلنا الزيت وفصلنا البرد لأنه البرد حقه ثقيل، بعض الأجهزة حقه البرد خفيف، ممكن نخليهم على الأرض.
استخدام براد كبير وتقيل بيعمل لها فاصلة. طبعا الجهاز السابع حقه مع قناص المنظمة كان فيه مشكلة بهذه المنطقة. نبدأ واجب ان نفصل هذا الكباستر 2 مرة عشان نقايصهم بالخارج. ضبيط ال البخار على 450 درجة مئوية. بس نكون حذرين هنا من فتح الوايرلس. نفصل الكباستر هذا اللي موجود بعد المنطقة هذه. بس تحت العدسة عشان أتأكد. أوكي تمام. الآن بنجيب جهاز القياس هذا ونطلعه على وضعيات الدايود عشان نشوف الشورت موجود ولا لا. حضرنا الشرط انتهى من المنطقة هذه. شوفوا شوفوا كذا هذا الكباستر كان مشرتين هو تمام. طيب هذول الاثنين برضو كانوا مشرتين. شوفوا ذا شوفوا ما في شيء. طيب بدرجة الكباستر خرجناهم. هذا واحد هذا يبان سليم والثاني هذا كباستر يبان سليم هو ريشارد وهذا برضه لازم يتبدل لانه هذا يبان انه تاثر يبان ما بدل الاثنين هذا. شوفوا حتى الشرط افتح من هذه المنطقة. هذا المنطقة كان فيه شرط اول الآن الوضع أفضل من أول. والكباستات غير موجودة تمام. ممكن أول حاجة إيش بس نتأكد من الشغل. أول حاجة ممكن نركب الباور ونشوف هل في جود بالمفتاح ولا لا.
هذا على وضعيات الجهد بهذه الطريقة. أظن الشاحن موجود الجهد في بطن الركيب هنا. أظن أنه 3 فولت رجعت ظهرت على المفتاح مباشرة. شوفوا شوفوا لاحظوا 3 فولت موجودة خلاص. هنفصل الآن بقوم بتبديل الكباستور هذا. الآن لازم نجيب 2 كباسترات بدل الاثنين اللي فصلناهم. الآن جبنا 2 كباسترات هذول الاثنين بدل الاثنين اللي هنا عشان نبدلهم. بس أول حاجة نقوم بتجديد اللحام في المنطقة اللي فصلنا منها الكباسترات بهذه الطريقة. هنا بنجيب الكباسترات الاخرين هذول بركبهم بهذا المكان. شوف هذه الطريقة. بنفصل ونبدأ الشغل هنا. بنخليها على 400 درجة بهذه الطريقة. هذا الأول وهذا الثاني. ثبتنا 2 بخلي البوردات تبرد شوية بعدين بقرد. الآن بنجيب قاعدة القياس بنتأكد إنه الشورت راح ولا لا. بنتأكد هنا لاحظ إنه مش موجود راح انتهى الشورت. وهذا الشورت اللي كان هنا برضه انتهى تمام خلاص إن شاء الله. الآن بنبدأ برجع القياس عشان نتأكد إذا ما فيش أي مشكلة. إن شاء الله ما يكونش في أي مشكلة أخرى تمام. نمسح طبعا منطقة المبرد من الغبار. نضع المروحة هذه بنفاقتها شوية كده ونضف المبرد كمان.
عدد ملفات كثير كمان. هاي الطريقة. اللي ماسكين البرزة هنا عشان نقرب بس عشان البرزة ما تتحرك من مكانها. برجع المروحة عشان التبريد. نقوم برجع المفتاح البوابة هنا. الآن الشيء اللي تسوي ثلاث تعديلات سريع قبل ما نطبق الجهاز. نجيب الباور ونركبه هنا. شوفوا لاحظوا هنا أول السراقات كانوا ما ينصوش نهائيا. شوفوا الآن لما نركب الباور السراقات انصت. يعني الجهاز ما شاء الله خلاص. نصين شوفوا الجهاز شغال. أظن شغال. المروحة دارت وقفت بس شوفوا قاعد واصل خلاص بنفصل الباور. الآن بطبق الجهاز حتى ها قبل من طبقه. لاحظ انه هنا البطارية حق البيوس الصمغ حق افتك. طبعا هذا متبتين مكانه بشكل طبيعي. بسخن بس قليل كذا شمع. كذا. بنطلع البطارية حقنا بس عشان ما
ما تتحرش من مكانها، ما تقدر تلعبها هي. التنظيف هنا الغبار، حيث ما في حيث ان المروحة ما تنصلح، عشان المروحة ما تشفطش الغبار من جديد. شغل اللابتوبات أهم حاجة الفرق في التركيب، لأنه أي خطأ في الفرق في التركيب الجهاز حتى يعني بيجتهد. تمام، نرجع هذا الكابلات كلها إلى أماكن صحيحة. بهذه الطريقة نركب الريس كذا الريس. هذول الاثنين طبعا مش مستخدمين، بس معانا هنا هذول الاثنين هم حق الكيبل والريس. طبعا مرقمين هذا رقم واحد هنا وقعد اخر. الكيبل الثاني رقم اثنين وقعه جنبه هنا.
اوكي بهذه الطريقة، والآن ممكن نرجعها على الذاكرة. عقو اللي هو عقو على هذا الهارد. نرجع كده الشاشة، في نقطة صحيحة أيضا، الآن من قبل بس ما نركب كل القطع ونطبق الجهاز ونجربه إن كل شيء تمام، يعرض وكل حاجة ما فيش أي مشكلة ثانية بهذه الطريقة. هذا الجهاز شغال ما في أي مشكلة. خلاص إن شاء الله ما دام كل شيء تمام بنقوم بتطبيقه. طبعا آخر خطوة نقوم بتطبيق البطارية بعد ما انتهينا من تطبيق الجهاز كامل. نطبق البطارية كبر بهذه الطريقة، وهم في تكارب معاهم من هنا اللي هي تمسك الكبر. أخيرا إن شاء الله باقي بعين بغلقه، بغلقه معاكم، خلاص مقلب الجهاز، يدخل وندوز شغال طبيعي، خلاص، هذه الخطوة الأخيرة بس عشان نتأكد إن الكيبورد والماوس كل شيء مطبوق تمام. لذلك نقول انتهينا من موضوع على باسورد. بهذا نكون انتهينا من هذا الجهاز إن شاء الله، والذي كان في مشكلة بالباور وطافي نهائيا. وإلى اللقاء في فيديو قادم، معكم مهندس صلاح هاشم من اليمن من آدم.